أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في غالبية دول العالم في نصف الكرة الشمالي، وصيف ساخن جدا على الأبواب. نبدأ هذه الفقرة الجوية من حالة الطقس اليوم في عدد من العواصم العربية التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في أغلب البلدان، ونبدأ تحديدا من العواصم والبلدان العربية، ونبدأ من القاهرة. القاهرة تصل فيها درجات الحرارة العظمى ل 41 والصغرى ل 27. أما عن الرياض فتشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وتكون العظمى 47 والصغرى تكون 31. أما عن أبوظبي التي تشهد طقسا حارا، تكون درجات الحرارة العظمى هناك 41 والصغرى تكون 32. أما عن تونس فبتشهد طقس غائم غير مستقر، وتبلغ درجات الحرارة العظمى هناك 29 والصغرى تكون 20. أما إذا ذهبنا للرباط التي تشهد ارتفاع في معدل الرطوبة، تكون درجات الحرارة العظمى هناك 29 والصغرى تكون 18. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب الآن للعواصم والبلدان العالمية لنتعرف على درجات الحرارة. البداية هتكون من لندن، واللي بتشهد طقسا معتدلا، وتكون درجات الحرارة العظمى 26 والصغرى تكون 16. أما عن باريس فبتشهد طقس غائم مع سقوط أمطار متفرقة، وتصل درجات الحرارة العظمى هناك ل 25 والصغرى تكون 15. أما إذا ذهبنا إلى موسكو فيسود طقس غائم على أغلب الأنحاء مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تكون العظمى هناك 22 والصغرى تكون 14 درجة. أما عن واشنطن فتسجل درجات الحرارة ارتفاع مع طقس ممطر، حيث تكون درجات الحرارة العظمى هناك 37 والصغرى تكون 24. وأخيرا نذهب إلى بكين والتي تشهد طقس مشمس، وتسجل درجات الحرارة العظمى هناك 29 والصغرى تكون 18 درجة.